جنو توكس. السلام عليكم، أهلا بكم متابعي جنو توكس. سنتعرف في هذه الحلقة على واحدة من أدوات إمكس لينكس التي تمكنك من إصلاح نظامك من خلال الإقلاع الحي أو حتى إن كانت التوزيع مثبتة على جهازك، وفي حالة توفرك على أكثر من توزيع على نفس الجهاز. تمكنك هذه الأداة من الدخول إلى النظام الآخر وتحديثه وفتح برامجه دون الحاجة إلى الإقلاع كل مرة من خلال تلك التوزيعة إن لم يكن لك حاجة في ذلك. سنقوم بتجربة ذلك الآن. أنا مثلا أتوفر على نظامين على حاسوبي، وهما توزيعة MX Linux وهي التي أمامكم الآن، وتوزيعة KOS. وسنقوم بتجربة الأداة لنتعرف على خصائصها ومميزاتها. قبل هذا سأفتح الطرفية بشكل عادي على نظام MX Linux وأقوم بتحديث لكي تتأكدوا من أني أتوفر وأستخدم الآن MX Linux، وذلك من خلال الأمر sudo apt update. وكما تشاهدون يتم تحديث المستودعات بشكل عادي. بعدها سأقوم بأمر آخر وهو فتح برنامج Kdenlive، وكما تشاهدون فالنسخة المتوفرة لدي على MX Linux الآن هي 20.04. بعدها سنذهب إلى قائمة MX Tools ومن خلالها إلى خيار CH Root Rescue Scan. ستنبثق نافذة الطرفية بها الأنظمة الأخرى المثبتة على نفس الجهاز، وكما أشرت سابقا فأنا أتوفر على توزيعة KOS بجانب MX Linux. ونضغط على زر الإدخال Enter للدخول إلى نظام الآخر ومن خلاله نستطيع التحكم به. الآن أصبحنا داخل توزيعة KOS ويمكننا تحديثها وتثبيت البرامج عليها وإصلاحها إن لم بها أي عطب، ويمكن تشغيل نسخ البرامج المثبتة عليها. كمثال سأقوم بعمل تحديث للمستودعات من خلال الأمر sudo pacman -SYU، وكما تشاهدون يتم التحديث وتم اكتشاف مجموعة من نسخ الحزم والبرامج التي يمكن ترقيتها. يمكن ترقيتها الآن لكن سأدع ذلك لوقت آخر. تتذكرون في بداية الحلقة فتحت برنامج Kdenlive وأشرت إلى النسخة المثبتة على MX Linux وهي 20.04. وبما أن توزيعة KOS هي توزيعة متدحرجة فإن النسخة المثبتة عليها هي نسخة 20.08. سنفتح البرنامج من خلال كتابة اسمه لنتأكد من الأمر. وكما تشاهدون يتم فتح النسخة المثبتة على KOS وليس تلك المثبتة على MX Linux. وبهذه الطريقة ومن خلال هذه الأداة يمكن التحكم وإصلاح أي نظام دون الحاجة إلى الدخول إليه أو في حالة تعذر الدخول إليه أصلا. أتمنى أن يكون الشرح مفيد لكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.